أهلا بكم من جديد. رعى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة زيد بن راشد الزياني حفل إشهار المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، وأكد أن الحكومة الموقرة تولي اهتماما بالغا بتنوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك انطلاقا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على تنويع الاقتصاد بغية الوصول إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا. وأشار سعادة الوزير إلى إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدد من المبادرات التنموية والبرامج الداعمة لريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كتوفير خدمات احتضان وتسريع الأعمال، بالإضافة إلى تدشين مركز صادرات البحرين بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها. كما أشار سعادة الوزير إلى أنه قد تم مؤخراً إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وللمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف السيدة فريال عبدالله ناس، رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال. مساء الخير سيدة فريال. بداية، ما هي الأهداف والخطط الاستراتيجية للمؤسسة البحرينية لريادة الأعمال؟ طبعا من أهم، الله يمسيكم بالخير وشكرا على الاستضافة لتلفزيون البحرين. طبعا احنا في عام 2018 استشعرت مجموعة من سيدات الأعمال البحرينيات الحاجة الماسة إلى إيجاد منصة موحدة لرواد الأعمال من الجنسين الراغبين في بدء أعمالهم التجارية وتطويرها في جميع أنحاء المملكة. وقد استهدفت تلك المنصة تبادل الأفكار الإبداعية وتعزيز الإلهام وتوفير الدعم اللازم، ومن هنا حرصت تلك النخبة من سيدات الأعمال الطموحات على إرساء قاعدة صلبة وراسخة لمؤسسة بحرينية لريادة الأعمال، المنصة الرائدة التي تعنى بإسهامات رواد الأعمال في أعمالهم التجارية وتساعد على صقل مهاراتهم وتزويدهم بشبكة واسعة من العلاقات والاتصالات مع ذوي الاهتمام المشترك. وطبعا من أهم استراتيجيتنا هي التوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تعزيز ودعم شبكات الأعمال المتعلقة برواد الأعمال، دعم مفاهيم الإبداع والابتكار، ترويج التكنولوجيا الخضراء والتجارة والأعمال والثقافة والسياحة، وبناء شراكات مثمرة على المستويين المحلي والدولي. السيدة فريال، بالحديث حول رواد الأعمال الشباب والشابات، ما هو دور المؤسسة لتطوير إمكانياتهم في مجال الإبداع والابتكار في المشاريع؟ طبعا شبكتنا الواسعة من العلاقات ستتيح لرواد الأعمال لتحقيق النمو والتطور في حياتهم المهنية، فضلا عن ترويج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم وتبادل الأفكار والتوسع في العلاقات. وأيضا نسعى أيضا إلى تشجيع دمج رواد الأعمال في سوق العمل والقطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما يمكن لرواد الأعمال أيضا الاستفادة من مشروع المسرعات، وبالذات من المشروع الأول التي ستقوم به، وهو مشروع مسرعات التصدير الذي سيكون بالتعاون مع الجهات الحكومية التي طرحت برامج متخصصة التصدير ومتخصصين دوليين في برامج التصدير، وأيضا مساعدة رواد الأعمال للاستفادة من مذكرات التجارة الحرة الدولية في تسويق منتجاتهم خارج المملكة والدخول إلى الأسواق العالمية. نعم، كل التوفيق لكم السيدة فريال عبدالله ناس، رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، شكرا جزيلا لك. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة حوارية لجميع الموظفين المقبلين على التقاعد بعنوان المشاركة الاقتصادية للمتقاعدين، بهدف تعريف وتوعية المسجلين ضمن برنامج التقاعد الاختياري بريادة الأعمال والمؤسسات الداعمة له في مملكة البحرين، واكتساب الأعمال الناجحة القائمة على أسس الإبداع والابتكار وفتح آفاق جديدة ينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف.
جلسات نقاشية تهدف لتسهيل انخراط المتقاعدين والمسجلين ضمن برنامج التقاعد الاختياري في توظيف خبراتهم المهنية والعملية في سوق العمل من خلال التجارب الناجحة التي يستعرضها رواد الأعمال البحرينيين على أرض الواقع نظرا لتواجد البيئة الخصبة المناسبة. غرفة تجارة وصناعة البحرين نظمت ندوة حوارية عبر المجموعة التنسيقية للجان بعنوان المشاركة الاقتصادية للمتقاعدين، ركزت على طرق الاستثمار المثلى في البحرين وكيفية الانطلاق بمشروع تجاري ناجح. هدفنا احنا في الغرفة ان احنا نوعيهم، ان نحاول نفهمهم الطرق ان شلون الواحد يقدر يصير رائد عمل، شلون شنو المميزات، شنو طريقة تأسيس الشركة في البحرين، شنو الحضانات اللي عندنا، المؤسسات اللي عندنا. من ضمن هذه طبعا احنا نبي نشجع الابتكار، نبي نشجع الشراكة. هما كلهم عندهم خبرة، طالعين من قطاعات مختلفة، فنبي ان هما يستفيدون من الخبرة اللي عندهم وبشيء احسن انه يفيد الاقتصاد الوطني ان شاء الله. الندوة الحوارية تخللها ثلاث جلسات تحدثت عن أبرز قصص النجاح لرواد الأعمال من أجل تحفيز المتقاعدين والمقبلين على التقاعد إلى دخول عالم الأعمال والتعرف على التجارب الناجحة، ناهيك عن ضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها عند البدء في أي مشروع تجاري والتعرف على الجهات التي تقدم التسهيلات والدعم في المشاريع وآلية الاستفادة من تلك الخدمات. أشخاص اللي دعتهم اللي هو الغرفة أشخاص متميزين، عندهم دراية كبيرة، عندهم فكرة عن اللي هو تطوير الأعمال وريادة الأعمال، بيفيدون المتقاعدين بشكل كبير. احنا نشوف ان هذه الفرصة المفروض تتكرر حق مجمل اللي هو اللي يبحثون عن فرص وريادة أعمال بغض النظر عن إذا كانوا متقاعدين أو لا. إن اليوم عندنا بيئة اقتصادية في البحرين بالذات حق الشركات الصغيرة المتوسطة بيئة ممتازة، عندنا مستثمرين ومسرعات، عندنا دعم كبير من مجلس التنمية الاقتصادي، عندنا دعم كبير من تمكين، واليوم كمتقاعدين احنا نحتاجهم يكون رواد اعمال لان هم اصحاب الخبرة. لم يغفلوا القائمون على الندوة عن عقد لقاءات استشارية للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد مع حاضنات ومسرعات الاعمال وعدد من ممثلي اللجان الدائمة بالغرفة وكذلك عدد من الجهات الحكومية بهدف تقديم الاستشارة لهم في فتح مشاريع تجارية في مختلف المجالات والقطاعات. هذه الندوة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة البحرين لتوعية المتقاعدين والمسجلين ضمن برنامج التقاعد الاختياري ما هي إلا فرصة لتعريفهم بالاستثمار والفرص الموجودة في السوق المحلي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام بتقدم بنسبة 0.08% بإقفال عند مستوى 1454 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 12,276,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 3,685,000 دينار تم تنفيذها من خلال 100 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات البورصات الخليجية، السوق المالية السعودية أقفلت على تراجع بنسبة تقارب 17 النقطة المئوية بإقفال على مستوى 8869 نقطة، وذلك في ظل هبوط القطاعات الكبرى في البورصة السعودية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 1% تقريبا بإقفال على مستوى 6300
67 نقطة، وذلك بتأثير من تقدم غالبية المؤشرات في البورصة. سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 1.4% بإقفال عند مستوى 5044 نقطة، مع تقدم قطاعي الاتصالات وأيضا العقارات. سوق دبي المالية أقفلت على ارتفاع أيضا بنسبة 0.73% بإقفال عند مستوى 2658 نقطة، بدعم من أسهم قطاع الخدمات وأيضا العقارات. أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت بتراجع بنسبة تقارب 14 نقطة مئوية بإقفال عند مستوى 3928 نقطة، مع هبوط جميع مؤشرات البورصة العمانية. حصدت مدينة دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أداء الاستثمار للعام الجاري 2019، إذ فازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دبي الاقتصادية، بجائزة أفضل مؤسسة لتشجيع الاستثمار على مستوى المنطقة لعام 2019، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2019. وحصدت الإمارات خلال الحدث العالمي لقبي الأفضل للاستثمار والأفضل للاستثمار الفردي المقدمة من قبل مجلة سايت سيلكشن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. وكالة موديز تؤكد مساهمة الذكاء الاصطناعي في نمو اقتصاد الدول ودعم المؤسسات. أنعشت تصريحات رئيس المصرف الأمريكي المركزي جيرمو باول أسواق المال العالمية، لا سيما منها الأسهم والمعادن، فيما تراجعت قيمة الدولار مع تسجيل سعر الذهب ذروة لم يبلغها منذ 5 أعوام. يأتي ذلك بعد أن تراجع الدولار في أكبر انخفاض على مدى يومين منذ بداية العام الحالي، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده لخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل. وانضم المركزي الأمريكي إلى نظرائه في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأسترالي هذا الأسبوع، في تلميح إلى الحاجة للمزيد من التحفيز النقدي لدعم النمو. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن الذكاء الاصطناعي يساهم في نمو الاقتصاد ودعم المؤسسات والأوضاع المالية للدول وتقليص المخاطر لدى الحكومات. وأشارت الوكالة إلى أن تأثير تطبيق تلك التكنولوجيا على التصنيف الائتماني للدول سيتفاوت وفقا لقدرة كل دولة على تعظيم الفوائد من استخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الفوائد ستظهر جليا على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يكون ذلك في العقد المقبل. وأشارت إلى أن استخدام تلك التكنولوجيا من الممكن أن يؤدي إلى زيادة التكلفة الاجتماعية والسياسية، وقد يعمل على ظهور تحديات مؤسسية جديدة، وهو ما قد يقلص جزئيا من مكاسبها.